نكمل كمان بعض الاخبار على السوشيال ميديا اللي بتتعلق بالنادي، وبالتحديد خبر خاص بعلي معلول، وده من حساب في الجول، وانا بثق في حساب في الجول بشكل كبير. وقال ان رغم امتلاكه لعروض خليجيه، هو علي معلول عنده عروض خليجيه؟ طبعا عنده، ده لاعب تقيل قوي لازم يجي له عروض يعني. طيب قال لك ايه؟ رغم كده علي معلول يفضل الاستمرار مع الاهلي، ده على عهده في الجول. علي معلول احنا كلنا طبعا نفسنا جدا جدا ان علي معلول يكون موجود مع النادي الاهلي، هو الراجل مرتبط قوي بالنادي وتحس كده ان هو اهلاوي ومولود جوه النادي الاهلي يعني. لكن في الاول وفي الاخر دي كره قدم يعني، ممكن زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه الرغبات تتلاقى وممكن ما لا تتلاقى يعني. لكن في نفس الوقت اللي احنا واثقين فيه ان علي معلول ده بيحب الاهلي جدا وممكن يكون حابب ان هو يكمل. لسه بالمناسبه لسه بدري على عقد علي معلول، عقده الحالي يخلص في صيف 2022 يعني لسه قدامه سنه، لسه قدامه بعد الموسم ده موسم كمان. ورغم كده النادي الاهلي بيشتغل على تجديد عقد علي معلول، ممكن ما يكونش ابتدى فتح الملف بشكل رسمي، لكن خليني اقول لحضراتكم ان في توافق حتى هذه اللحظه، في توافق لكن بشكل رسمي الامور خلصت او حسمت او كلام من ده، او في كلام اللي هو نهائي يعني اللي هو على العقود، لا لسه ممكن يكون في توقيت مناسب هيختاره المسؤولين في النادي الاهلي بالتنسيق طبعا مع نجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي علي معلول. هو بيقول لك مفاوضات تجديد عقد معلول مع الاهلي قد تبدا بعد نهايه دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، قد تبدا في التوقيت ده وممكن يكون قبل كده على حسب يعني الامور والمجريات والاحداث بتمشي ازاي والتحديات اللي انت موجود فيها. طيب صلاح محسن كلام من خلال حساب مبتدا على تويتر، واللي بيقول ان صلاح طلب من اداره النادي الاهلي فقط تقديره بشكل جيد من الناحيه الماليه. وبرده احنا في اول الحلقه قلنا ان النادي الاهلي بيقدر ابنائه بشكل كويس وبيقدر كل واحد بيعمل مجهود كبير، وكل اللي بيتالق حقه ان هو يقدر بالشكل اللي يليق بيه او اللي يليق بيه. فالراجل ده ماشي بشكل كويس الفتره الاخيره صراحه، اول مره من ساعه ما جه صلاح محسن نشوفه بالمستوى المتميز ده وبالفاعليه اللي احنا شايفينه عليه، اهداف، لاعب ايجابي في الملعب، بيعمل كل حاجه يعني سواء بيلعب اساسي او حتى كبديل. فبرضه دي امور كلها متروكه للمسؤولين في النادي الاهلي عن الكره، واكيد هم هيقدروا برضه صلاح. تعالوا نروح لخبر تاني من الوطن الرياضي وحسابه على فيسبوك، والكلام على احمد ياسر ريان اللي بصراحه بيتالق بشكل ملفت في بطولة الدوري مع سيراميكا، وهداف الدوري تقريبا دلوقتي ب 12 هدف، وبيقترب من الدوري التركي بقرار من موسيماني. ده خبر غير صحيح بالمرة بالمرة. لم يتم حسم ملف أحمد ياسر ريان، احنا سمعنا وكيله قال انه جاي له عروض أوروبية، طبعا بالصورة اللي هو عليها دلوقتي وبالتألق ده طبيعي انه يجي له عروض، ما حدش يقدر يختلف على كده. لكن الأهلي حسم الموقف ولا لا؟ لا لسه ما حسموش في قرار نهائي، لا لسه مفيش. طب امتى القرار النهائي؟ هيكون مع نهايه الموسم، لما الموسم يخلص الدوري يخلص كده ويرجع احمد من الاعار ويتم بقى الحديث بخصوص مستقبله، والقرار الانسب بالنسبه للاهلي وللاعب هيتم اتخاذه بكل تاكيد. لكن خلاص هو هنا بيقول لك موسيماني قرر وقال انا مش هلعبه اساسي السنه الجايه فخلوه يطلع عرع، الكلام ده ما حصلش خالص خالص يعني، ده تاكيد مننا لحضراتكم. التوقيت بيبقى مع نهايه الموسم دايما. طيب ناخد خبر اخر بقى عكس اللي فات عن احمد ياسر برضه، وقال لك ايه؟ عاجل كشف مصير عوده احمد ياسر ريان للاهلي، وهم هنا اتكلموا على ان حظوظ احمد ياسر ريان قويه للعوده للاهلي. ده طبعا بالمستوى ده حظوظه قويه جدا ونسب عودته للاهلي عاليه جدا جدا يعني، ده امر طبيعي ومنطقي وخبر صحيح، وده من الاخبار اليوم. وهم بيقولوا يعني في ظل تألقه مع سيراميكا وكده فخلاص ان هيتم حسم عودة اللاعب بالتنسيق ما بين لجنة التخطيط وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وهو ده الشكل اللي بتمشي من خلاله القرارات المهمة اللي زي دي. لكن هو لاعب مميز جدا وهداف وبيتألق بشكل كبير. طيب هروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا.